أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: ذهبت أنا وزوجتي إلى السوق بين المغرب والعشاء وهي حامل، وحدث عندها نزيف، فذهبت بها إلى مستوصف خاص، وأعطتها الطبيبة إبرة تثبيت الحمل، وقالت: لا تسافرين إلى أي مكان. وفي اليوم الثاني ذهبنا إلى جدة في عيد الأضحى، وبعد أسبوع أصاب زوجتي تعب، وذهبنا إلى الطبيبة وأعطتها أدوية، وقالت: لا تسافر إلا بعد 4 أيام. وبعد 4 أيام سافرنا إلى الرياض، ثم في اليوم الثاني ذهبنا إلى المستشفى وقرر لها عملية إسقاط الجنين، والحمد لله قد غسلناه وصلينا عليه. السؤال: هل علينا كفارة في ذلك؟ نعم، عليها هي كفارة في ذلك، لأنها نصحت إن ما تسافر، لأن ذلك يؤثر على الجنين، لكنها خالفت النصيحة وسافرت، فأثر ذلك على الجنين حتى مات، وأخرج بعملية وهو ميت، يكون عليها كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين، لأنها متسببة، قد نصحت وبين لها ولكنها لم تمتثل. نعم، هذا إذا كان الجنين، إذا كان الجنين تم له 4 أشهر فأكثر، أما إذا كان دون 4 أشهر ليس عليها شيء، لأنه لم تنفخ فيه الروح. نعم.